حديث سيد محمد من السباقين في قيام بتظاهرة مثل التظاهرة للحد من انتشار فيروس كورونا، مع مشاركة تاع دي ميدسان سبيسياليزي في الصحة الجوارية والصحة العمومية. اليوم هذا اليوم الدراسي يخص للموظفين الحالة المدنية، موظفين في الإدارة اللي عندهم يعني لو كونتاكت مع البيبليك وحتى مع المواطنين. في البلدية عندنا ليتا سيفيل الحالة المدنية اللي سون كونتاكت ديريكت مع لي سيتوايا، عطينا لهم وفرنا لهم رئيس البلدية وفر لهم الجيل بوغ ديزانفيكتي لي ما، وفرنا لهم لو ديسبوزيتيف بور لافاج دي ما، ونا انسيتي معاهم على لافاج دي ما. لو بور دي غون سي با لا بين باسكو ينقل جاراتي من مكان إلى آخر، حتينا بوكو بلوس على لافاج دي ما.